برومو الجماهير المتعلق بكأس العالم للأندية حاجة فوق الوصف وفوق الروعة بصراحة. كمان في الختام البرومو القاضية ممكن، يعني القاضية ممكن كانت من محمد مجدي قفشة. هذا الهدف غير تفاصيل كتيرة جدا وكان له دور كبير جدا، وجماهير النادي الأهلي تحديدا نفسيا ومعنويا بسبب كل الضغوط اللي كانت بتعانيها خلال الفترات الأخيرة. لكن هذا الهدف تحديدا هيكون ليه خصوصية لدى جماهير النادي الأهلي، ويمكن الكل خلال الفترات الأخيرة كان بيتكلم على هذا الهدف من ضمن وأعظم الأهداف اللي جت في تاريخ البطولات الإفريقية، وتحديدا وبشكل خاص في تاريخ بطولات النادي الأهلي مع الكرة الإفريقية. طيب عايز أتكلم كمان عن نقطة مهمة جدا. الاتحاد الدولي فيفا لكرة القدم النهاردة هو اللي هيكون في استقبال بعثة فريق النادي الأهلي. في فريق للخدمات تم يعني تجهيزه خصيصا لاستقبال الوفود الرسمية، فريق أولسان هونداي بطل كوريا الجنوبية، هو أول البعثات الرسمية اللي هتصل اليوم للمشاركة في كأس العالم للأندية. هتصل الساعة 5 بتوقيت القاهرة، بعدها بحوالي 3 ساعات بعثة فريق النادي الأهلي هتكون ثاني البعثات الرسمية اللي هتصل للمشاركة في كأس العالم للأندية. لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عامل شغل مختلف خلال هذه البطولة طبعا نتيجة الإجراءات الاحترازية. زي ما قلت في فريق خدمات محدد من قبل الاتحاد الدولي، 3 أشخاص هيكونوا مسؤولين عن كل بعثة أول ما تصل إلى المطار خلال الفترة اللي جاية. بالإضافة لده كمان 6 أفراد من اللجنة المنظمة المحلية هيكونوا معاونين مع الثلاثي اللي موجودين من قبل الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. عشان كده أنا عايز أتكلم على فكرة إن فريق الاتصال اللي هيكون موجود من الفيفا عشان يستقبل الأهلي خلال الساعات اللي جاية، هيكون هذا الفريق موجود عشان يستقبل الأهلي في المطار لإنجاز عدد من المهام طبقا للإجراءات الاحترازية. يعني أولا الترحيب والمساعدة فور الوصول، إنهاء الأمور الجمركية والتأشيرات، الإجراءات المساعدة في الجوانب اللوجستية المتعلقة بالفريق، المأكولات، المشروبات، الانتقالات والإقامة والإعاشة فور الوصول إلى فندق الإقامة، والأنشطة اليومية من خلال الاتصال اللي هيتم مع الوفد الرسمي لبعثة فريق النادي الأهلي مع وفد الفيفا اللي هيكون موجود فقط لكل بعثة بأفراد محددة ومعينين موجودين مع البعثة على مدار الساعة في نفس فندق الإقامة وفي نفس الطوابق المخصصة لكل فريق. هذا الوفد دوره ان هو يرافق بعثة فريق النادي الأهلي زي ما يرافق فريق بايرن ميونخ وايضا كمان أولسان هونداي الكوري الجنوبي، وكمان هيعرف البعثة كل الإجراءات المتعلقة بالأمور اللوجستية والبيئة المحلية فور الوصول للمشاركة في هذه البطولة. قدامنا على الشاشة هذه اللقطات الحصرية والخاصة قبل لحظات قليلة طبعا وساعات قليلة من ملعب مختار التتش في الجزيرة واستعداد الفريق للتحرك إلى مطار القاهرة الدولي. زي ما قلت لكم النهارده هو عنوان اليوم النهارده الشياكه والعظمه. اول ما شفنا الصور بالبرومو الخاص بلاعبي النادي الاهلي والصور الجماعيه في ملعب مختار التتش بالجزيره،